عايزه اعيط دي كلمه. كل اللوك ده روح، كل اللوك ده روح. البيت مسح وانا بصور قفل في وشي وعامل، وانا مهم هكمل فيكسنج سبراي بتاع اسنس على الفرشه الفلات، وهاخد اللون الشامر ده تاني واحد هو خطط طبعا. بضغطه طيب. انا استخدمت البرو كونسيلر ده عشان بس اعمل الكات كريس، معلش يعني سكيب لكل الخطوات اللي فاتت لاني انا مش هقدر امسح واعيد من الاول لاني محروق دمي جدا. المهم انا هقول لكم انا استخدمت ايه بالظبط في اللوك. انا استخدمت ده اللون الانتقالي ده، وقعدت ازوده في المنطقه دي طبعا بالشكل ده، وقعدت ادخله من هنا عشان لما اجي اقطع الكات كريس من هنا يبقى مديني اللوك ده في من هنا قوي ده. وبعد كده استخدمت اللون اللي اسمه سي يو اكس ده، وزودته هنا بفرشه المضغوطه دي، فرشه دي بتكون مضغوطه كده. وبعد كده انا بعتذر على الصوت اللي بره ده، بس انا مش عارفه اصور غير في الوقت ده. المهم خدت اللون البني ده برضو حطيته في الكسره دي، قعدت ازود ازود وادمج بالبلندنج براش لحد ما كان اللوك كده. ودلوقتي هوريكم ازاي هعمل الكات كريس تاني. انا ليه استخدمت ده؟ لان ده بيساعدني اني احدد الكات كريس بتاعي بكل سهوله، بس لازم برضو افضل ابص هنا وهنا عشان ثواني هكبر لكم كده. بالشكل ده انا هبص هنا وانا شغاله لحد ما شكل الكات كريس. بعد كده انا طلعت كونسيلر زياده ليه؟ عشان همسك الفلات براش. انا خلاص خدت الحدود بتاعتي اللي انا عايزاها. حاولي في الخطوه دي ما تفتحيش عينك قوي لان ممكن يطبع فوق حاجه بسيطه كده، فمش عايزين اي غلطات. بالفلات براش بتاعت الكونسيلر خلاص كده اتأكدت ان انا خدت الشكل اللي انا عايزاه. بعد كده بالبيوتي بلندر هاخد الزيادات بتاعت الكونسيلر كده، برضو بالفرشة الفلات واسنس هركز قوي عليه لاني انا خدت بالي لما عملت كده الفرشة دي بتاكله. هستخدم الكحل البني بتاع ام ان، و انا عايزاه من تحت كده واعمله على الكات كريس من كده. على فكره بوسع عيني جدا. ليه مش عايزه ابري القلم؟ علشان لو بريته هيضايقني اوي. لان انا عايزه منه حاجه بسيطه، حاجه معينه. هاخد الفرشه دي، الفرشه دي مقشوطه بتاعت حواجب عشان مش لاقي دلوقتي خالص الفرشه اللي كنت عايزاها. بدمجه انا بس مش عايزاه يبقى كريم جديد. دلوقتي انا هستخدم الجل لاينر بتاعي من لوريال، ودي فرشته هستخدم برضه فرشته كده تمام. وبسمة بتعزي بتعملي كده وتاخدي وكده وترجعي عشان بس هو لو نشف يعني حرام. شايفين عندي من عندي؟ هرسم العين التانية واجي كده. انا خلصت الايلاينر التاني وخلصت البوز الايلاينر برضو،
وظبطته بس من تحت، نضفته بالكنسيلر بفرشة فلات كده وبالكنسيلر. بعد كده بقى انا هبتدي ادمج اللي هو الايلاينر، هدمجه بالبراش دي، بس هفضي اللون اللي فيها الاول عشان هي فيها البني، وهاخد اللون الانتقالي خالص اللي انا كنت حاطاه من فوق، هو اللون ده. اول حاجة بس امشي مشيتين كده عليه، هاخد اللون الانتقالي اللون ده وهدمج برضو تحت العين. الكومباكت باودر دي بتاعت جوردانا، درجتها 0.1. بنضف بيها الشادو من هنا، بيها احط زيادة بقى تحت العين عشان تنور لي. دلوقتي هعمل كونتور للأنف وشوية كونتور للبشرة على خفيف من باليت بريتي وومن. انا ما بحبش الكونتور خالص، فجايبه بريتي وومن، درجتها درجه 02. انا الكونتور بتاعي هعمله من ده، من اللون ده. هجرب الفرشه دي النهارده معايا، هحطه كده على خفيف لان انا اصلا بشرتي ما بيمشيش مع الكونتور اللي هو كونتور اصلا ما بيمشيش معاه، هحطه على خفيف بالطريقه اللي بتتخن، لان الكونتور بيرفع قوي وطريقه التدخين ان انا ادخل بيه لجوه كده. البراش دي لمسه كده، لان البراش دي قويه جدا. ساعات البراش اللي بتكون شعر صناعي بتريح اكتر من الطبيعي. ده كان كونتور الخدود، وهنا نفس الكونتور عشان احدد طبع الحصن بتاعي اكتر. انا عندي اصلا اوريدي مش بعمله، هو عندي بس بزوده. مش هلبسه بيها التاني يا جماعه، باظت. نكنتر الجبهه، بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا ادانا في جبهتنا، مديني في جبهتي جابها ايه تكمل معايا حياتي كلها. مهما كنترتها ومهما قللتها ما بتتكنترش. لو الكونتور بقع منك تمسكي البراش بتاعت الباودر وتمشي عليه من الاطراف اللي هنا. هو على فكرة مش عامل خط كده، هو بس عامل ظل. هكنتر الانف بتاعتي بالفرشة دي، هاخد اللون ده. بعد كده هننتقل لمرحلة البرونزاج، هنحط برونزر. انا بفضل البرونزر جدا عن الكونتور. من MN البرونزر ده الشيد بتاعته سي. بفرشة البرونزر دي انا عاملاها للبرونزر، هاخد اللون الفاتح لان احنا اوريدي يعني عاملين كونتور، فلو زودنا الموضوع هيكون اوفر قوي. همشي عليها كلها كده، وهنا عادي هستخدم بلاشر كله فروم ام دي الشيد بتاعتها. هستخدم من ام ان البلاشر الروز ده كله هايلايت، استخدمه بصراحة كتير كترة كده. مليت البرش وهي حطها على تفاحة الخد، بصوا اللمعة
وهطلع بيه هنا. تفاحة الخل واطلع بيه هنا. بعتذر عن صوت كلبتي بس هي مش ساكتة. طبعا البلاشر اللي هو فيه هايلايت كتير تقدري تحطيه في حالة واحدة لو انتي مش عندك مسام. لو لاحظتوا او الفيديو اتمسح، كنت اقول لكم لو لاحظتوا ان انا ما كنتش حاطه برايمر، بس خلاص هو هينزل كده اصلا. بصوا هو هيغنيني على اني احط هايلايتر، شايفين كله جلو. بصراحه انا بحب بشرتي يكون فيها جلو كتير لان انا بشرتي جافه. هستخدم الهايلايتر بتاعي من بريتي وومن درجه البيضة عشان نحطها هنا. انا هحط هنا عشان من الجنب كده في التصوير بتبقى حلوه. هحط هايلايتر كده هنا برضو. انا بحب الهايلايتر جدا فعشان كده بزود مش اكتر. وبعد كده هاخد الماسكارا بتاعت اسنس للحواجب اسمها بلوندي براوز 01. بعد كده بقى هحدد شفايفي باللون ده، وبعد كده هملاها باللون ده. اللون ده على بيتشي كده خوخي، في حمران، اما اللون ده روز هادي جدا. دلوقتي اللون ده. بعد كده هاخد فرشة الكنسيلر وهاخد برو كونسيل ده اللي لونه اصفر عشان يكون قريب شوية من الفاونديشن، وهعمل سبعتين يعني سبعة كده وسبعة كده وتمانية وتمانية. بعد كده هستخدم من فوريفر 52 الفيكس والمست بتاعهم علشان اثبت كل الكلام اللي احنا عملناه ده. هستخدم الرموش دي من لوردن بيري من جلامور. كده بعد ما ركبت الرموش بالشكل ده هعيد بس بالايلاينر على خط الرموش اللي انا ركبته، واحط ماسكرا. احط ماسكرا بتاعت ميبلين في الرموش السفلية، وهحطها في الرموش العلوية والزقها بالرموش الصناعية. يكون خلص، ويا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملولي لايك وشير كتير مع صحابكم، وسيبولي كومنت حلو برايكم في اللوك ده. ولو مش مشتركين في القناه تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله.